بسم الله وكفى وسلام على عبادي الذين اصطفى. ربنا أرنا ما ينفعنا واجعله حقيقة تشهد لنا حتى ترضى عنا في دنيانا وأخرانا يا عظيم يا كريم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأرض الأخضر. ناخذ الآية الأولى 159 من سورة البقرة. دوكاو لافاش. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، أخطر كتمان هو البينات، سواء كان وردت التوراة أو الزبور أو الإنجيل جوسبل، ولا اللي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ليختم به الرسالات. وما أدراكم الرسالات؟ هيمن القرآن على كل ما فات من الكتب، وهيمنة العرب لشاوس عليهم رضوان بالتمام حين اتبعوا محمد عليه الصلاة والسلام. هنا صعد نجمه وذكر بالخير في قرآننا، أي قرآن كتاب الله الذي رحمنا به. وأسعد محمد عليه الصلاة والسلام حين وقفوا معه يذودون عنه ويصدقونه ويأتمرون بأمره ويخشون تحذيراته. لكن البينات عندها دول كثيرة. العرب وقت اللي جاء النبي عليه الصلاة والسلام القلة منهم كانت نعم الناس، ذكور وإناث، شباب أو كهول أو شيوخ. يقول ربي إن الذين يكتمون ما أنزلنا، يعني كيفاش؟ تو هي تنزيمنا عزيز الحكيم، وانت تكتم كذا يعني مرت روحك، وليت ما انا قائم في وجه الله. لا، هذا شيء ما يسموش على خاطر مثل خطر علينا، سواء كان بين الصهيون وبعض من النصارى العرب، وخاصة اللي كانوا في الصدارة هم قريش، ألا لعنة الله عليهم، وغير قريش الطائف وغير. نعاود، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، قالش حاجة أخرى، آيات تشهد بأن الله واحد وليس كمثلي أحد وله الأوصاف التامة في الجمال والكمال. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، البينات ترشدنا، البينات تعلمنا، البيانات تنير لنا سبيل الهدى. نبينا عليه السلام هادي، والآيات هادية. يا سلام، ونحمد الله بالتمام والكمال، والسلام على من اعتنق الإسلام وارتقى نحو الإيمان ثم قفز إلى الإحسان. هنيئا لهؤلاء، هم أهل الرحمن وخاصته، هما الذين تعلموا القرآن وعلموه سواهم. نسأل الله أن يزيدنا من هذا العلم المفيد الصالح، والسلام على من اختار السلام.